السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل مراجعة الفصل 3 القوة والحركة، عاشر متقدم، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2015-2016. المسألة 12، يدفع جسم إلى الأمام بقوة 185 نيوتن. رمزنا للقوة بFA وتساوي 185 نيوتن ورسمناها، في حين أن مقدار قوة الجاذبية الأرضية المؤثرة في الجسم 155 نيوتن. رمزنا لقوة الجاذبية FG وتساوي 155 نيوتن واتجاهها إلى الأسفل. أما السطح الأفقي الموضوع عليه الجسم فيؤثر بقوة مقدارها 155 نيوتن. رمزنا له بالرمز FN وتساوي 155 نيوتن واتجاهها حيكون إلى الأعلى. تذكر الاتجاهات هذه دائما. الطلب أول، ارسم مخطط القوى المؤثرة في الجسم. رسمناه ونحن نقرأ المسألة. الطلب، هل الجسم ساكن أم متحرك بسرعة ثابتة أم متحرك بعجلة ثابتة؟ أفسر إجابتي. حتى نجاوب على هذا السؤال، عندنا قوى على المحور Y وعندنا قوى على المحور X. حنوجد محصلة القوى على المحور Y. F net على المحور Y تساوي ل Fn زائد Fg، لأن ما عندك إلا القوتين على المحور Y، وهذا المعادلة بنسميه جمع اتجاهي. لاحظ حطيت متجهات على كل رمز من رموز القوى. منعود، حطينا موجب 155 نيوتن ل Fn، لأنه Fn في الاتجاه الموجب للمحور Y، وحطيت سالب 155 نيوتن للقوة Fg، لأن Fg في الاتجاه السالب للمحور Y. نحن عم ندرس عن المحور Y، مجموع صفر. الحين بنوجد القوى على المحور X. مجموع القوى على المحور X ما عندي إلا قوة واحدة اللي هي FA وتساوي للكتلة في العجلة. نستخرج منها العجلة، بما أن القوة ثابتة والكتلة ثابتة إذن الجسم متحرك بعجلة ثابتة. وفي أمان الله، من جد وجد ومن زرع حصد ومن سار على الدرب وصل ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تنسوني من الدعاء ومن اللايك ومن تعليقات. لو كلمة واحدة